في الحلقة الماضية من أصول الأسماء والكلمات ناقشنا سويا عروبة بعض الأسماء الأعجمية مثل مارك، وقلنا أن أصله امرؤ القيس، وأصله جيم أحمس، وأصله توم تحتمس، وأصله ليو لؤي. كما تحدثنا عن مجموعة من أسماء الأنبياء وكيف تحولت من اللغات العروبية سواء الآرامية أو الأكادية، كيف تحولت إلى اللغات الأعجمية. فقد تحول يحيى عليه السلام، تحول إلى جون، ويوسف عليه السلام تحول إلى جوزف، ويعقوب عليه السلام بات جاكوب، وداود عليه السلام أضحى ديفيد. ويمكنكم الرجوع للحلقة السابقة. واليوم والآن مع اللقاء الثاني من أصول الأسماء والكلمات، وهي مجموعة من الحلقات نناقش فيها بعض من الأسماء الأعجمية والأجنبية ونردها إلى أصلها العربي. والغرض من هذه الحلقات أولا إصراء الوعي والفكر العربي ومجموعة من الحلقات الهادفة، ثانيا البرهان على أن اللغة العربية كانت ولا زالت منبعا غزيرا ومنهلا عظيما للغات العالم أجمع، وأنها اللغة الأم وجميع اللغات تبعا لها. وسنناقش اليوم عروبة الأسماء التالية: كريس، كريستيان، كريستو، سيمون، مايك، ميكي، ماريا، ماري، بيتر، ماتيوس، أندي، أندرو، جونسون، صامويل، إبراهام، آيزك، وما شابه من أسماء. وأول تلك الأسماء التي سنضعها على طاولة النقاش كريس، كريستيان، خريستو، كريستوفر، كريستيانا، وما شابه من أسماء. كل هذه الأسماء وكل هذه الكلمات تجدها في اللغات الأوروبية مع اختلاف في نطقها. أحيانا تنطق خريستو، أحيانا تنطق كريستا، كريستيان، كريس. ولكن الكل يعزو جميع الكلمات السابقة إلى اليونانية واللاتينية للفعل أو الجذر كريس. وأرجو أن يكون النطق صحيحا، ربما يكون خريس. وكلمة كريس أو خريس اليونانية هي أحد ألقاب السيد المسيح عليه السلام في اللغات الأوروبية. وكلمة كريست هي ترجمة حرفية للمسيح، فكريست تعني الممسوح، كريست تعني الممسوح أو المدهون. والفعل كريس اليوناني يعني فرك ودعك ومسح وما شابه من معاني كريس، وربما يكون النطق خريس. ولذلك كلمة كريس تعني الممسوح أو المفروق أو المدهون، وكذلك تعني المسيح. علماء اللغة يرون الكلمة ذات أصل هندو أوروبي، ولكن العربية رأي آخر. أيعقل أن تكون كلمة كريستيان وكريستو لها أصل عربي؟ نعم أصلها عربي. من أي جذر عربي اقتبس اليونان والرومان كلمة كريس التي تبدو للناظر أنها مفعمة بالهيئة الرومانية والإغريقية؟ الكلمة العربية التي أصبحت كريس هي جريش. جريش مشتقة من الفعل جرشة، والجرش التدليك والحك بشيء خشن، وتعني الجريش يعني المدعوك والمفروك والممسوح كما قلت. وهي لها نفس دلالة كريس، وقد استعارها الإغريق من العربية وجعلوها بمعنى الممسوح أو المدهون. استعروها من الكنعانيين، من المصريين، من بلاد العرب. وعلى ذلك فكلمة كريس اليونانية والتي تعني الممسوح أو المدهون مقتبسة من جريش العربية، والتي تعني أيضا الممسوح والمفروك، لها نفس الدلالة طبعا بشيء خشن. لاحظ أن الأفعال التي تأتي من الجذر الثنائي جر جيم راء لها دلالة الفرق والإزالة. فالأفعال في اللغة العربية التي تبدأ بالجيم والراء وتشترك مع جريش في الجيم والراء لها نفس الدلالة، دلالة الفرق والإزالة والقطع، مثل جرف الماء والحصى، جرف الماء والحصى، جرد الساقة من اللحاء، الجرب وهو الحك، الجرم وهو القطع، والجرين ما طحنته. كلها تبدأ بالجيم والراء وتدل على الفرق والقطع والإزالة وما شابه.
مما يدلل على أن كلمة جريش أصلها عربي وهو معروف. الاسم الثاني من الأسماء التي سنناقشها اليوم هو سيمون، وهو اسم منتشر في أوروبا وأمريكا، حتى في البلاد العربية الآن يسمونه سيمون. وسيمون في العبرية ينطق شيمون، وربما في الآرامية شمعون، وكذلك في العبرية شمعون على ما أظن. والأصل العربي لاسم شيمون وشمعون وسيمون وسيمون، كل هذه الأسماء أصلها الاسم سمعان. نعم سمعان، وقد سمعت أن نساء يدعون سيمون. ماذا لو علمنا أن أصل سيمون سمعان؟ احتفظنا بنفس الاسم أم يغيرنا أسماءهم؟ سبحان الله. والآن مع اسم جديد وهو مايك. مايك وميكي، مايك وميكي أسماء عربية؟ لا أقول مايك وميكي أسماء عربية، ولكن لها أصل عربي. فمايك وميكي اختصار لمايكل، ومايكل ينطق أحيانا ميشيل، وينطق أحيانا ميخائيل، وكلهم من ميكائيل. ميكائيل، وقد ورد ذكر ميكال في كتاب الله عز وجل، وهو ملك مقرب كما ورد في سورة البقرة. ولعل اسم ميكائيل أو اسم ميكائيل مركب من معكائيل، والمعكة في اللغة المصرية القديمة هي الميزان، معكة على وزن مشكاة، وإيل هي معروفة، كلمة معروفة تعني الرب في كل اللغات العربية القديمة، فيكون معنى ميكائيل ميزان الرب. فالجزر العربي حتى الجزر المصري معك ميم عين كاف يدل على التقلب يمنى ويسرى، وهو حال الميزان حتى استقر. الميزان القديم كان له كفتين، لا يميل وتقلب يمينا ويسارا حتى يستقل، وهذا الجزر معناه معك التقلب يعني. ولذلك أطلق المصريون على الميزان معك. فميكائيل تعني ميزان الرب، والله أعلى وأعلم. الاسم التالي أو الاسم الآتي ماريا وماري. قد يظن بعض الناس أن أسماء ماري وماريا وما شابه هي أسماء أجنبية وليست لها علاقة بالعربية، ولكنها أسماء عربية ولها معاني جميلة أيضا في اللغة العربية. بل إن نساء من العرب كنا يسمون ماريا، مثل ماريا بنت أرقم بن ثعلبة، وفي المثل خذه ولو بقرطي ماريا، بالحلق بتاع ماريا يعني. والمارية في اللغة العربية البيضاء البراقة من النساء كأنها لؤلؤة تلمع. وقال أبو عمرو القطاط المارية هي اللؤلؤية اللون. قال غيره المارية القاطل الملساء، ومرأة مارية بيضاء براقة. والماري ولد البقرة الأبيض الأملس، والممرية من البقر التي لها ولد ماري أي براق. والمارية البراقة اللون، ويقال للبقرة الوحشية الجميلة البيضاء مارية. كانت لغة المسيح عليه السلام الآرامية، وكتب كذلك الإنجيل أو الأناجيل كتبت باللغة الآرامية، ثم ترجمت بعد ذلك إلى اللغات اليونانية واللاتينية وما شابه. وكانت اللغة الآرامية طبعا اللغة الآرامية هي أوسع اللغات انتشارا في العالم القديم، وكانت لغة التجارة بين الناس. ولما دخل اليونان والرومان والأوروبيون دخلوا المسيحية، تبدلت كثير من الأسماء الآرامية والعبرية وتعجمت. من تلك الأسماء التالي أو الآتي اسم بيتر وبطرس. بطرس طبعا كان رجلا من أتباع المسيح عليه السلام من الحواريين، وقيل أن بطرس معنى اسمه الصخرة. وأصل بطرس وبيتر العربي في العربية بيطار، والبيطار كلمة عربية تعني الذي يشق، ولذلك يطلق على الطبيب والخياط البيطار من البطر أي القطعة. فبيتر وبطرس عربيتها بيطار. كذلك اسم ماتيوس. ماتيوس في كل اللغات الأوروبية يقال ماتيوس، ولكن في الأرامية متى، وفي العبرية متاي. ومعنى متى
أو متاي أو ماتيوس معنى الهدية والعطية من الرب كما قال علماء اللغة والآباء والمسيحيون. ومتى من أتباع المسيح كما تعرفون، وكان رجلا إيجابيا فآمن بالمسيح وله إنجيل، إنجيل متى. هل متى لها أصل عربي غير أرامي؟ نعم، في العربية أصل متى معطى، اختفى حرف العين من الأرامية ومن العبرية وأصبح الاسم الجديد هو متى بدلا من معطى. كذلك من أسماء الحواريين الذين كانوا حول المسيح عليه السلام أندرو أو أندرواس. أندرو قال علماء اللغة أن هذا الاسم ليس بالآرامي ولا بالعبري، بل هو اسم يوناني، ومعنى اسمه الشجاعة أو المحارب أو الرجولة أو الفحولة وما شابه من معاني تدل على القوة والغلبة. والاسم أندرو وأندريا وما شابه من أسماء ذات هيئة يونانية يشك في أصله العربي. صحيح يتنكرت في زي جديد وأصبح اسمها العربي وبعيد، ولكن إذا دققنا النظر نجد أن أصل كلمة أندرو وأندريا أصلها العربي عنتر وعنترية. فعنتر طبعا تعني الشجاع، الشجاعة في الحرب، وتعني المحارب وما شابه. استمع جيدا للتقارب الصوتي والدلالي بين أندر وعنتر وبين أندريا وعنترية. فتنا في الحلقة الماضية أن نذكر بعض أسماء الأنبياء، فنبي الله إبراهيم عليه السلام فتنا في الحلقة الماضية هو إسماعيل وأسحاق ويونس عليهم السلام. نبي الله إبراهيم كان من أهل العراق كما تعلمون، وكان رجلا يتحدث لغة الآكدية وهي لغة من اللغات العربية القديمة وكانت منتشرة في العراق وما حول العراق، ولعل اسمه اشتق من البراءة. إبراهيم تعني إبراهيم أي تبرأ منهم، وهذا تصديقا لقول الحق إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا. سورة الممتحنة. تحول اسم إبراهيم في لغات غير العربية إلى إبراهام. إبراهام، فإبراهيم أصبحت إبراهام. إسماعيل عليه السلام هو اسم أكدي مركب من إسماع وإيل، إسماع وإيل، وربما يكون له معنيان. الأول إسماع تعني الذي يسمع الرب أي الذي يطيع الرب، والمعنى الآخر المحتمل أن يكون الذي يسمع الرب، الذي يسمع الرب أي الذي يدعو إلى الله عز وجل أو الداعي. فالأول يعني المطيع، يسمع يسمع الرب أي يطيع الرب، والثاني الذي يسمع الرب أو الداعي لله عز وجل. وتحول اسمه إسماعيل في اللغات الأوروبية إلى صموئيل وصامويل. صموئيل وصامويل هي أصلها إسماعيل. إسماعيل تحولت في اللغات الأوروبية اليونانية واللاتينية وما شابه والإنجليزية، فتحول إلى صامويل. إسحاق عليه السلام اسم أكادي عربي قديم، ومعنى الاسم الضحاك أو الذي يضحك أو الذي يضحك. تحول اسم إسحاق في اللغة الأوروبية إلى أيزك، فأيزك هي إسحاق وإسحاق هي أيزك في اللغة الأوروبية طبعا. يونس عليه السلام، يونس بن متى، رجل بعث في أهل نينوى، يقال له في صحف أهل الكتاب يونان. يونس في صحف أهل الكتاب يونان، وفي الأرامية يونان، وفي العبرية يونة، وصار اسمه في اللغات غير العربية أو غير السامية جونة، ثم اشتق منه جونسون، ثم اشتق منه جونسون. فجونسون أصلها البعيد يونس عليه السلام. انتهت الحلقة، انتظرونا في الحلقة القادمة مع كلمات جديدة مثل ليك يعني بحيرة، بوك يعني كتاب، مجازين مجلة، وجست وغيرها من الكلمات التي سنلقي النظرة على أصلها العربي. شكرا لكم ونراكم في لقاء قريب إن شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.